تعتبر مواجهة سان تيتيان في الدوري الأوروبي بداية فترة صعبة وحاسمة في موسم مانشستر يونايتد. فريق المدرب جوزي موريني هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي ما زال يشارك في 4 مسابقات حتى اللحظة. ورغم الجفاء بين الأندية الإنجليزية ومسابقة الدوري الأوروبي بشكل عام، إلا أن التركيز يبدو كبيراً ليونايتد قبل هذا اللقاء. لا يمكننا المفاضلة بين المسابقات التي نشارك بها، نحن نشارك لتحقيق الفوز. هذه المسابقة فرصة مهمة أيضاً لمنح اللاعبين الخبرة الأوروبية. لم نكن نريد المشاركة في الدوري الأوروبي، لكننا نشارك بها وسنظهر لها كل الاحترام الواجب. سيفتقد يونايتد لجهود كل من فيل جونز ومايكل كاريك والقائد وين روني بداعي الإصابة. ورغم جاهزية لوك شو، لكن مورينو لن يبدل تشكيلته التي يثق بها. فريقي يلعب بشكل جيد وأنا سعيد بالرباعي الدفاعي، لذا فإنني سأبقى معتمدا على فالنسيا، بيلي، سمولينغ ودالي بليند. وبعيدا عن أهمية اللقاء، فإن التركيز سيكون كبيرا على شقيقين فلورنتان وبول بوغبا اللذان يتواجهان لأول مرة في مباراة احترافية، وإن كان مورينو يعتبر بأن شخصا واحدا فقط سيعاني بسبب ذلك. أعتقد أن القدر منحهما فرصة جيدة، والدتهما ستكون الوحيدة التي ستواجه مشكلة كبيرة. هذا طبيعي لأنه سيكون من الصعب بل من المستحيل لها أن تفاضل بين ولديها. لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لوالدتي، لكنها ستشعر بالفخر لرؤية ولديها يتوجهان لأول مرة. نبحث عن الفوز، لكنها ستكون سعيدة في النهاية أيا كان الفائز بيننا. لن يكون سان تيتيان صيدا سهلا، فالفريق الفرنسي يعرف موسما جيدا. ورغم خسارته في الزيارات الأوروبية 3 السابقة للأراضي الإنجليزية، لكن مدربه لا يستبعد تغيير ذلك. هذه مباراة هامة لأنها في المسابقة الأوروبية ونحن نأخذها على محمل الجد. لم يعرف سان تيتيان الخسارة في مبارياته الأوروبية 10 في المسابقة هذا الموسم، لكنه يدرك تماما بأن يونايتد لم يخسر أبدا على ملعبه أمام الفرق الفرنسية، وبأن مورينيو ورجاله عازمون على السير لأبعد مدى في هذه المسابقة. في ظل التنافس الكبير في الدوري الممتاز على المراكز الأربع المؤهل لدوري الأبطال، فإن الفوز بالدوري الأوروبي قد يشكل فرصة لمانشستر يونايتد للمشاركة في هذه المسابقة الموسم القادم. مواجهة سان تيتيان الصعبة تحمل طابعا خاصا لأنها اللقاء الاحترافي الأول بين شقيقين بوغبا. زياد منصور، بي إن سبورتس، من داخل ملعب أولد ترافورد، مانشستر.